دون فائز سنلجأ إلى ركلات الترجيح. دي ماريا سيكون أول لاعب ينفذ الركلة الأولى، لاعب ربما نقول أعصابه من حديد. دي ماريا يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. الركلة الثانية، ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى، الكرة تصطدم في القائم، الارتياح كبير على حارس المرمى. فرصة ليتقدم بهدف ثاني. الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. ثم مع الثالث الآن، يتصدى حارس المرمى للركلة. تصدي غير عادي من حارس المرمى، مباراة كبيرة لهذا الحارس. فرصة لتعزيز التقدم. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. رابع لاعب في ترتيب المسددين. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى، يلعبها في الجانب الأيمن. ضربة مذهلة. نصر، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ نصر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه، وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. كرة التعادل الآن، نتيجة 3-3. ينقذها الحارس، يا سلام. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. الآن حان الدور على المسدد السابع. تصدي غير عادي، حارس كلب. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. هذه ربما تكون كرة الفوز، الآن قد يكتب التاريخ. كرة لا تمر. جاء دور الركلة التاسعة واللاعب التاسع يضعها في المنتصف. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. مصر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. مصر، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية؟ يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. مصر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. نصل لآخر لاعب، المسدد 11. الله، ينجح بالتسجيل بسهولة كبيرة. مصر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. والآن الدور على دي ماريا. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. مصر، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. ميسي يتقدم لتسديد ركلة الترجيح، سددها على
يسار حارس المرمى. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لأنه مستحيل التصدي لها. مصر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى زاوية والكرة في الأخرى. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. مصر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. مصر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. يتصدى لها الحارس، تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر، ضربة مذهلة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. باريدس يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد، والكرة إلى الجانب الأيمن. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. مصر، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. وكرة في القائم، كانت قريبة جدا لكن عادت من خشبات المرمى. إذا سجلها يمر فريقه. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. مصر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. مصر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. ركلة أخيرة حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. لم يكن عندهم الهدوء أثناء تنفيذ ركلات الترجيح أو التركيز العالي، افتقدوا للثقة اللي كانوا يحتاجونها في مثل